في المستهل وقعت الجزائر اليوم على أول عقد للاستكشاف والإنتاج النفطي وفق مقتضيات قانون المحروقات الجديد. العقد المبرم بين سوناطراك ومجموعة إيني الإيطالية يتضمن الاستكشاف والإنتاج في حقل بركين جنوب باستثمار أولي يعادل 1,400,000,000 دولار. بقيمة 1,000,000,000 دولار، الجزائر تستقطب أولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار مشروع قانون المحروقات الجديدة، قيمة تضخها إيني الإيطالية في السوق الجزائرية بالشراكة مع مجمع سوناطراك بالتوقيع على عقد استراتيجي للاستكشاف والإنتاج في حقول حاسي مسعود على امتداد 8,000 كيلومتر مربع. الاتفاقية الأولى التي سيتم توقيعها اليوم هي الأولى منذ إصدار قانون المحروقات الجديد والمتعلقة بالاستكشاف والإنتاج في منطقة حوض بركين. يغطي هذا العقد مساحة إجمالية تبلغ 7,880 كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من حوض بركين، أين تعمل سوناطراك وإيني منذ عام 2013. مع شريكنا إيني سوف نستثمر تقريبا 1,4 مليار دولار، حيث أن الشريك الإيطالي سوف يمول تقريبا 1 مليار دولار، يعني في الصيغة الجديدة تاع عقود تقسم الإنتاج. هذا أهم، ولإنتاج تقريب حوالي 45,000 برميل مكافأة نفط في اليوم من البترول والغاز الطبيعي. يعني هذا عقد وعنده بالنسبة للشركتين عقد مهم ومهم جدا لراح يعزز قدرات الإنتاج الوطنية. قانون المحروقات الجديد يؤثي ثماره فعلياً ويعلن عن بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق الجزائرية، والهدف تنويع منابع الطاقة لضمان أمن طاقوي مستدام للجزائر وشركائها الأجانب. قانون المحروقات الجديد لعام 2019 الذي بدأ يؤتي ثماره ويؤكد جاذبية واعدة لقطاع المحروقات. رغم الأزمة الصحية التي تعصف بصناعة النفط والغاز في العالم، سوناطراك تؤكد على دورها الريادي في الحفاظ على وتيرة استثماراتها في نشاطات المنبع والإبقاء على شراكاتها الاستراتيجية مع عمالقة الطاقة في العالم.